بعد العمليات الانتحارية والضربات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان، ماذا يقول راغب علامه؟ إرهاب لا دين له، لا دين له الإرهاب. يعني نفكر أنه طالع يشوف الحريات، حيطلع يشوف سيخ حينشوى عليهم، لأن ربنا ما بيقبل بقتل الأبرياء لسبب سياسي أو ديني. وبعدين أكيد اللي عم بيفجروا حالهم يتعاطوا المخدرات بشكل أو غسل دماغهم. لا لا، أكيد في مخدرات، أكيد أكيد بيعطون مخدرات معينة بيتعطل الدماغ، بيروح بيقولوا له أنت حتشوف الحريات، وأنت عرفت كيف. شيء مؤسف أنه لبنان تتعرض للمؤامرات الإرهابية واللي وراءها مجرمون، إنما الشعب اللبناني يتعرض لإرهاب أيضا السياسي بالأساس. السياسي اللي ظالم الشعب اللبناني ما بتعطي شيء تاخد منه. وعما إذا كان البترول هو الحل المنتظر لمرحلة ذهبية في لبنان، قال راغب، الشعب اللبناني ما بيطالب بحقه. يعني إذا البترول توزع حصص على الزعامات والشعب ده الفقير، الشعب ما رح يحكي، ما رح يحكي الشعب. أنا أعمل لك تعود على أنه يضل خانع، تعود أنه يضل خانع ويسمع الكلمة، نزال نزال، اطلع اطلع، عود عود، احكي احكي. عندي ملاحظات كتيرة، توكشو السياسي عم بيغذي الفتن. أنت أكتر الفنانين اللي بينتقدوا أداء الزعماء والسياسيين اللبنانيين، وأنت أكتر الفنانين عندك صداقات معهم. ما هني بيعرفوا هالشي، لأنه فكرك أنه الزعمات يعني مش منتبه لهالشي، هني عارفين أنه عم بيحكي حقيقة يعني، وهني بيعرفوا عود معهم، هني بيحكوا لك إيه مزبوط هالكلام، بس هو النظام هيك راكب والشعب قبلان.